بص برضو انا عاوزك يعني تقارن ما بين الرسمتين او الصورتين اللي عندنا. الصورة الاولانية هنا انا جايب لك السكال، واخد بالك من بره، يعني انا جايب لك السكال من بره، وجايب لك ادي الاكسترنال كاروتيد ارتري، ادي الاكسترنال كاروتيد ارتري اهو ماشي اهو، وبيدي البرانشات الثلاثة اللي هما الفيشيال والماكسيلاري والسوبر فيشيال تمبرال. الثلاث برانشات دول طالعين من الاكسترنال كاروتيد ورايحين يعملوا البلاد سبلاي الكلي السكال من بره. انا عايزك تقارن ما بين الرسمه ديت والرسمه اللي هجيبها كمان شويه. الرسمه اللي هجيبها كمان شويه بقى هعمل ايه؟ هكسر لك السكال ديت، هكسر لك الجمجمه، وهشيل لك الاكسترنال كاروتيد ارتري بالبرانشات بتاعته كلها. يعني هكسر لك السكال واشيل لك البرانشات بتاعه الاكسترنال كاروتيد، واجيب لك بقى ايه؟ واجيب لك الانترنال كاروتيد. يعني انا هشيل الاكسترنال كاروتيد ده بالبرانشات بتاعته، وهشيل السكال، وهسيب لك بقى مين؟ الانترنال كاروتيد ارتري، واوريه لك وهو داخل السكال من جوه. اوريه لك وهو ايه؟ وهو داخل السكال من جوه. اي يا سيدي المنظر اللي انا بقول لك عليه ده، المنظر اللي انا بقول لك عليه، ادي السكال اهي، واضح ان هي مكسوره، تمام كده. ادي مناطق الكسر اهي بتاعت السكال، واخد بالك؟ تمام كده، انا كسر الايه؟ قال لك السكال اهو، تمام، وبتفرج عليها من جوه. واخد ساجيتال سكشن، يعني قاطع السكال من قدام قالك لورا، تمام كده، وشايل السكال، شايل احد جوانب السكال، وبتفرج على الايه؟ الجمجمه من جوه. ادي منظر الاكسترنال كاروتيد اهو، تمام كده. ده المفروض كان بيودي بلاد سبلاي قالك ليه السكال من بره. لو انت عايز برضو تاخد بالك، يعني ادي الاكسترنال، ادي الاكسترنال كاروتيد اهو، وادي الانترنال. الاكسترنال كاروتيد بيدي برانشات الفيشيال والماكسيلاري والسوبرفيشال تمبرال، ودول المفروض كانوا بيروحوا للسكال من بره، بس انا شلت السكال، كسرت السكال وقطعت الشرايين دي. ليه؟ عشان اوريك حاجه تانية بقى، يعني المفروض دي الرسمه ديت معموله علشانها. انا خلاص وريتك البلاد سبلاي لك بتاع السكال من بره، ووريتك الاكسترنال كاروتيد والبرانشات التلاته دول قبل كده في الرسمه اللي فاتت. طب امال انا هنا جايب الرسمه دي ليه؟ عشان اوريك اخو الاكسترنال بقى، اخو الاكسترنال كاروتيد، ادي الاكسترنال اهو، تمام كده، اخوه بقى اللي هو اسمه الانترنال كاروتيد. بيمشي الانترنال كاروتيد ويبدا ان هو يخش السكال من جوه. كل بقى الوش ده ليه بقى؟ عشان اوريك حاجه مهمه قوي، تمام. ادي كده، بص زي ما احنا شايفين كده، ادي الاكسترنال كاروتيد اهو، صح، وادي اخوه اللي هو الانترنال كاروتيد. الانترنال كاروتيد بيخش السكال من جوه. جوه السكال بقى بيدي برانش مهم قوي اسمه الاوفثالميك ارتري. اسمه ايه؟ اسمه الاوفثالميك ارتري. الاوفثالميك ارتري، بص عشان برضو انا مش عاوز ان انا اتعبك، الاوفثالميك ايه ارتري. والاوفثالميك ارتري من الاسم كده هو بيروح ناحيه الايه؟ هتلاقي هنا في مثلا كده عين كده، واخد بالك، في هنا اي كده، تمام. فبص تلاقي الارتر ده او الشريان ده رايح ناحيه العين، فاحنا نسميه اوفثالميك ارتري. عشان اثبت لك الموضوع ده لازم اعمل ايه؟ لازم اقوم جاي قالك اقوم جاي باصص على السكال من فوق. يعني اجي من هنا كده، تمام، بص ابص على السكال من فوق من هنا كده، افرجك الانترنال كاروتيد وهو داخل السكال وبيطلع الاوفثالميك. عشان كده هجيب رسمه ثالثه، هجيب رسمه ثالثه هبص فيها على السكال من فوق كده وهي مفتوحه من فوق، واشوف منظر الانترنال كاروتيد وهو داخل السكال وبيطلع الاوفثالميك ايه ارتري. اهو بص زي ما انت شايف كده، ادي السكال من فوق، ادي الجمجمه من فوق، وادي الاي بول اللي هي بيسموها كره العين اهي، تمام كده. ادي الاي ايه؟ الاي بول، ودي اللي هي لاكريمال جلاند، الغده الدمعيه. طبعا العضلات دي بنسميها المسلز بتاعت الاي، العضلات بتاعت العين. انا كل اللي يهمني هنا حاجه كده معينه زي ما احنا شايفين كده. ادي الشريان ده اسمه ايه بقى؟ اقرا كده معايا، الانترنال كاروتيد ارتري. قال له ايه اللي جاب الانترنال كاروتيد ارتري هنا؟ قال لك ما هو احد الفورة من ديت دخل منها. يعني هو الانترنال كاروتيد ارتري قال لك بدا ان هو، بص كده، بص ادي الانترنال كاروتيد ارتري اهو، الانترنال كاروتيد ارتري بدا ان هو ياخد بعضه ويخش في السكال من جوه، في الجمجمه من جوه. هبدا بقى انا ابص على السكال من جوه وافرجك الانترنال كاروتيد ارتري وهو جوه السكال. يعني انا بالظبط ببص من الحته دي، ببص كده من الايه؟ من الحته دي من فوق، بنزل كده من فوق وابص من الحته دي. انا كده باصص على السكال من فوق، شايف مين بقى؟ شايف الانترنال كاروتيد ارتري اهو، تمام كده، وهو بيدي برانش اسمه الاوفثالميك ايه ارتري، وسميناه اوفثالميك ارتري لانه بيروح يغذي ليه؟ ليه؟ العين، تمام كده؟ تمام.